الحمام جاله اسهال وما كنتش عارف اعالجه ازاي، او اديته علاج كتير والعلاج ما جابش فايده. في الفيديو ده هقول لك ايه السبب اللي انا اكتشفته بالصدفه، يمكن يكون السبب ده عند حضرتك او حصل عندي لازم اقوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم وحشتوني عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. طيب قبل ما ندخل في موضوع الفيديو بتاع النهارده، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشجعنا. القناه بدات تكبر بيكم، القناه بتكبر بيكم، اللايك بتاعك بيفرق. هنشوف برضو سلكات الحمام. انا بقيت الحمام اهوت، بقيت الحمام اللحم الشغال كله، ما سبتش غير اداه واحد اهو. نشوف اول واحد اتنين، ودول ظروف اني ما عرفتش انقل الزغاليل بتاعتهم، ما كانش في حاجه انقل تحتها. اما البيض اللي عرفت انقله نقلته، والزغاليل اللي عرفت نقلتها نقلتها، فدول لسه القصين دول عشان الناس اللي بتطلب حمام لحم. طيب بنرجع بقى لموضوعنا اللي هو الاسهال اللي مش عارفين سببه. الاسهال مش عارفين سببه، اعطيت علاج كتير، هنشوف اديت علاج ايه. طيب حضراتكم عارفين انا بستخدم علاج الاسهال او السلمونيلا عموما او اي اسهالات، بستخدم كوليفيت، ده اللي هو يعتبر زي النشا، علشان بودرة 1 جرام على اللتر مع سنتي فلوريكول. دول احسن حاجة انا ماشي عليها وكانت بتجيب نتيجة كويسة جدا. طب اللي حصل ايه؟ انا بعت 8 اصوص حمام لحم، صورتهم في السلاكة، وقبل ما اسلمهم لقيت الحمام بيعمل اسهال، اسهال اخضر ميل للسواد. جريت على طول جبت العلاج اللي انا بعطي منه دايما وبيجيب معايا النتيجة، اللي هو ورا في الخلفية ده فلوريكول وكوليفيت، بستخدمهم مثلا 5 ايام واحيانا اسبوع، لكن الموضوع طال بقى يجيب نتيجة ويرجع تاني الاسهال يجي تاني، واسيبه شوية بطل يومين واعطي مضاد سموم والموضوع يرجع تاني. اسهال اخضر مائل للسواد، او هو يعتبر اسود اكتر، واحيانا تلاقي العاملة صغيرة واحيانا تلاقيها كبيرة. الموضوع غريب، انا شكيت في الكلفة اللي انا بشتريها. اقول لحضرتك علشان برضو انت ممكن يكون عندك السبب ده، او كلنا ممكن يكون عندنا السبب ده واحنا مش عارفين. طيب هي الكلفة دايما اللي انا بستخدمها اللي حضراتكم عارفينها هكتبها لك دلوقتي على الشاشة، دي الاساسية 5 كيلو دورة حمام، 2.5 دورة اصفر واضح اهو، 2.5 غلة او اللي هو قمح، وكيلو ونص فول، وكيلو ونص بسلة، كيلو ونص فول حمام وكيلو ونص بسلة، ده اللي انا بستخدمها دايما وعلى طول وماشيه معايا والحمد لله تمام، والحمام بينتج تمام. بحط على كل 5 كيلو من الكلفه دي ثنائي فوسفات الصوديوم، دي اللي انا ماشي عليها. طيب ايه اللي حصل بقى المره دي عشان اعالج الاسهال؟ ما انا عايز اعرف ايه الغريب، ايه اللي حصل، الاسهال ما بيروحش ليه؟ اكتشفت ان هو لما شلت الذره يومين الاسهال راح. الذره الاصفر، مش اي ذره، الذره الاصفر ده اما شلته منعته من الكلفه الاسهال راح. دي اللي هي الاساسيه اللي انا ماشي عليها، دي اللي هي دي الكلفة الجديدة. لو نشوفها شلت منها خالص الذرة الأصفر، ولو الإسهال ما كانش راح كنت هشيل كمان الغلة كمان. طيب هو إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن التجار وهي بتخزن الحاجات دي لو عنده حاجة قديمة بيضطر يحط عليها بودرة للحشرات، فالحمام ما بيستحملهاش. البودرة بتعمل تسمم للحمام، بيأثر تأثير ازاي بقى؟ يعني هو مش بيموت الحمام، لكن ممكن يموت الحمام مع العلاجات اللي انا بعطيها. حشت شوية من التأثير ده، لكن عندك ممكن لو انت ما بتستخدمش ادوية ما خدتش بالك ممكن الحمام يموت، وممكن يموت موت مفاجئ كمان. طيب هو ايه اللي انت بقى تعمله لو منعت الموضوع ده واكتشفت الموضوع ده عندك؟ هقول لك انا عملت ايه. انا اعطيت علاج لمده يوم واحد بفضل الله، هو يوم واحد جاب نتيجه. اما رجعت لنفس الكلفه لقيت الاسهال بيرجع تاني، اتاكدت 100% ان هو من الدوره الاصفر. طيب انا همنع الدوره الاصفر للابد؟ لا طبعا، انا هدور على تاجر تاني اجيب منه الدوره الاصفر ده، او على الاقل هجرب كده دلوقتي همنع الدوره الاصفر كام يوم لحد ما نجيب اللي هي الكلفه من حد تاني جربها. انا اشتغلت من غير الدوره الاصفر اهو، بفضل الله جاب نتيجه والحمام باذن الله اتحسن. ودي الزغاليل اللي هي لسه زي ما حضرتك شايف، زغاليل اللحم بسم الله ما شاء الله، الاهالي اكلوها كويس. هو طبعا عندهم سموم مش هياكلهم، لو شفنا زغاليل اكله لسه، انا حاطط الاكل من شويه لسه هيكملوا كمان تاكيل، بس انا جبتهم علشان نشوف. طيب ايه الدواء اللي انا هعطيه لو الحاله زي كده؟ والله انا رحت جبت مضاد السموم ده، ده مضاد السموم نوع مستورد برضه، مش مهم الاسم، المهم هات انت مضاد سموم مستورد
حاجه كويسه. انا حطيت منه ده مره الصبح مضاد سموم، وبعد 12 ساعه عطيت غسول كلوي ومنشط كبدي. انت ما تشترطش الاسم، ما يشترطش ان انت تقول لي اسمه ايه، المهم هات حاجه مستورده تجيب معاك نتيجه. بس اهم حاجه من كل ده، اهم حاجه في الموضوع ده كله، اني بقول لك لو كده امنع الذره الاصفر. لو منعت الذره الاصفر وما زال لسه الاسهال، امنع الغله. ايه اللي ممكن يحصل لما تمنعهم؟ هتلاقي وتلاحظ دايما الزرق بتاع الحمام. لو شفنا هنا تحس ان هو زرق الزغاليل بنسبه كبيره جدا اهو. لو شفنا هنا زرق الزغاليل تمام اهو كده، بسم الله ما شاء الله بدات حتى الزغاليل تفوق كده، وتحس انها الزغاليل دي كانت خاسه. ما ادراك بقى ده من الاهالي، الاهالي كانت تعبانه. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يعوض. والحمد لله انا كنت موقف بيع الحمام اللحم، سلمت الحمام اللحم امبارح بعد ما اتاكدت ان هو بقى تمام. والشيف انا كنت خايف لكون داخلين دور سالمونيلا وداخلين على روشه، ما هو الموسم بقى اليومين دول، كنت خايف. فاتاكدت تماما ان هو الموضوع من الدور الاصفر، خلاص وعالجت ورجعنا تاني سلمنا الحمام ورجعنا لحالتنا الطبيعيه. بس انا قلت لازم اعرف الناس برضو على اللي احنا بنعمله. السبب الدوره الاصفر، واذا ما كانش عندك من الدوره الاصفر، لان طبعا انت مش بتجيب الكلفه بتاعت الحمام من التاجر اللي انا بجيب منه، كل واحد له التاجر بتاعه اللي هو بيجيب منه. لو ما كانش من الدوره الاصفر ممكن يكون من القمح، امنع الدوره الاصفر. ولو فضل الاسهال امنع كمان القمح. هنشوف برضو وتجرب وتعرف ايه السبب، وفي نفس الوقت هتعطي منشط كبد وغسيل كلوي ومضاد سموم مره ده مره وده مره، ده سقوه وده سقوه، او 12 ساعه و12 ساعه. استجاب معاك الحمام من اول يوم خلاص كمل 3 ايام، لو استجاب من اول مره برضو كمل ال 3 ايام، لكن هو ان شاء الله هيستجيب على طول من اول يوم لو منعت السبب. اهم شيء لو منعت السبب، ودي حاجه انا عرفتها بالصدفه، بس لازم برضو تكون دماغك شغاله على طول. نرجع الزغاليل لاهاليها. الحمد لله تم تسليم الحمام اللحم للمشتري، والسلكات فضت، وهنبدأ نسكن مكانهم من الشباب. الشباب اللي هو عندنا ده، في شباب هنا اهو، شباب لحم طبعا، هو لسه مفيش فيهم اي حاجة اشتغلت، فانا سايبهم في وسط الزاجل يعني عشان ما حدش يقول ان السلالات بتختلط. اول اي حاجة بتبدأ تشتغل هنسكنها هنا، وهنشوف كمان اللي في المكان التاني. المكان ده في شباب، في شباب لاحم طبعا مع الزاجل. اول ما فيهم حاجه بتشتغل، اول ما الشباب ده بيشتغل هناخد نسكن منهم. هو ما شاء الله على وش الشغل، هنسكن منهم نعمر السلكه من تاني ونبدا نعرضهم للبيع. هم كمان في كمان هنا اهو شغال اهو، بسم الله ما شاء الله اللي معاه الزغلول في الوش ده. المهم هنعمر السلاكه ونبيعها من جديد، وبرضه هكذا، ونبدا نحط شباب مكانهم، وهكذا تدور الدوره عشان ما نزعلش حد. كل الناس عايزه حمام لحم شغال. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.